يعمل مدرسا ويعطي دروسا ويقوم بشرح الدرس شرحا وافيا. وأعلم بأن التلميذ لا يفهم، هل في حرمة في المال؟ لا، ما في حرمة في المال، لكن بعد ذلك إذا مر شهر نبه أهله وقال ابنكم لا يصلح معي ووضعه كذا وكذا، إن وافقوا على ذلك وافقوا، ما وافقوا أخرج الولد بارك الله فيك إن شئت.